هذا الشوط المفتوح، والكلمة تنتقل مباشرة مشاهدينا الكرام للزميل نايف بن سعود البلوي ليتابع معكم تحديات انطلاق هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، لازلنا نتواصل وإياكم في انطلاقة هذا السباق المحلي الأول ضمن أشواطه المفتوحة لهذا الصباح الجميل، وهذه هي انطلاقة الشوط السادس لجلاع القعدان. المسافة هي 4 كيلومترات. تنطلق هذه الشعارات وتبدأ معها هذه الطموحات والآمال إلى الوصول إلى ناموس هذا الشوط. الكل يمني النفس لانتزاع بطاقة المركز الأول، وأن يكون هو سعيد الحظ لانتزاع ناموس هذا الشوط، وهذا الشوط الذي يتواجد فيه هذه الشعارات وتتواجد معه هذه الأسماء العملاقة التي تنطلق في هذا الشوط. نرى ونتابع الآن مقدمة الشوط، وهنالك عجلان. عجلان هو الواصل إلى المركز الأول، وهو المستعجل إلى ناموس هذا الشوط. عجلان على المركز الأول للسيد عبد الله بن ناصر بن مشيط، يسيطر الآن على المركز الأول وينطلق بكل قوة، بينما هنالك المركز الثاني. المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء، هنالك منصور. منصور على المركز الثاني الباحث عن النصر في هذا الشوط. منصور مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تعود الملكية للسيد ناصر بن غانم النعيمي مع المضمر علي الكباشي. ايضا هنالك يا الكباشي اللي في المركز الثاني منصور، لابد من مالكها مراجعة اللجنة لتثبيت منصور، لأنها ليست مثبتة عند اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. هذا وللتعميم. أيضا هنالك المركز الثالث. المركز الثالث هنالك ذيبان. ذيبان على المركز الثالث، وما أجمل هذا الاسم. ذيبان هنالك في المركز الثالث للسيد حمد بن علي بن جرحب، يتواجد مع ذيبان على المركز الثالث. ايضا هنالك المركز الرابع. المركز الرابع هنالك مجد. مجد مشاهدينا متابعينا الاعزاء، الباحث عن المجد في هذا الشوط، وتعود ملكية مجد للسيد محمد بن جار الله المري. نقلتنا الى المركز الخامس. المركز الخامس هنالك صوغان. صوغان للسيد عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، يتواجد مع صوغان على المركز الخامس. هذه هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء. نداون الأول للخمس المراكز الأولى، ونعود وإياكم إلى مقدمة الشوط. ونعود وإياكم إلى مقدمة الشوط ومع المركز الأول، وهنالك عجلان. عجلان اللي ما زال على موقعة الشرف، ما زال في الصدارة. عجلان ينطلق بكل قوة وبكل جدارة. يا سلام على عجلان، تعود ملكيته للسيد عبد الله بن ناصر بن مشيط. ولا تستعجل يا ابن مشيط، هدي يا ابن مشيط، ترى الوقت باقي شوي والمسافة المتبقية 1600 متر. ايضا هنالك المركز الثاني منصور على المركز الثاني الباحث عن النصر. منصور، منصور في المركز الثاني للسيد ناصر بن غانم النعيمي مع المضمر علي الكباشي. ايضا هنالك المركز الثالث. المركز الثالث هنالك الباز للسيد محمد بن جار الله بن ذروة المري، يصل في هذه اللحظات، يتواجد شعار بن ذروة على الباز. الباز في المركز الثاني. ايضا هنالك المركز الرابع. المركز الرابع هنالك لطام للسيد حمد بن علي بن عايض، يتواجد مع لطام في المركز الرابع. المركز الخامس صوغان للسيد سعيد بن محمد بن كحيز. ولكن اعود الى هذا التنافس المثير، اعود الى المقدمة يا سلام، والى شعار بن ذروة ينطلق بكل قوة ويقتحم الكيلو الاخير. الباز على المركز الاول
للسيد محمد بن جار الله بن ذروة المري. أيضا هنالك المنافسة من عجلان للسيد عبد الله بن ناصر بن مشيط، ولكن يبدو لي أن الباز ما زال مصرا على انتزاع بطاقة المركز الأول والوصول إلى ناموس هذا الشوط. يا سلام على الباز، الباز وعجلان، الباز وعجلان. أيضا هنالك لطام بدأ يشكل الخطورة ويراقب الموقف، ولكن الباز وينطلق الباز انطلاقة الفوز. إنها القوة العاشرة، القوة العاشرة التي يدفع بها بن ذروة بهذا الشوط، ولكن هنالك لطام. لطام يا بن ذروة واصل لطام على المركز الثاني للسيد حمد بن علي بن عايض، ولكن الباز وش تنتظر يا بن ذروة؟ وش تنتظر يا بن ذروة؟ انطلق إلى الناموس من شان الجماهير التي تراقب الموقف وتنتظر الانطلاقة الأخيرة والعرض المتميز، العرض الأخير يا بن ذروة، الأمتار الأخيرة والمية متر الأخيرة ترحب بقدوم الباز، ولكن بن ذروة مصر بدون أي أوامر، مصر أن ينطلق الباز إلى الناموس وبدون أي أوامر. تهانينا للسيد محمد بن جار الله بن ذروة المري على فوز الباز بالمركز الأول، بينما أتى بالمركز الثاني للطام. تهانينا للسيد حمد بن علي بن عايض على هذا الفوز. المركز الثالث اللي وصل في المركز الثالث عجلان للسيد عبد الله بن ناصر بن مشيط. المركز الرابع وصل في المركز الرابع صوغان للسيد سعيد بن محمد بن كحيز، بينما من أتى في خامس المراكز هو مليح للسيد صالح بن مقارح. تهانينا مشاهدينا متابعينا الأعزاء نزفها إلى كل الفائزين. وهنا أحد المتابعين للشوط الماضي ومتحمسا مع الباز الذي انطلق في الأمتار الأخيرة، وهو الباز يصل إلى خط النهاية بتوقيته الزمني، قاطع مسافة 4 كيلومترات بتوقيت زمني وقدره 6 دقائق و24 ثانية و11 جزء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن جار الله بن ذروة المري على هذا الفوز، بينما من أتى في المركز الثاني للطام قدم عرض ممتاز للطام. تهانينا لمالكة حمد بن علي بن عايض وتوقيت الزمني 6 دقائق 24 ثانية و23 جزء من الثانية. التوقيت الزمني لصاحب المركز الثاني، ناخذ التوقيت الزمني لصاحب المركز الثالث. وصل في المركز الثالث عجلان. تهانينا لمالكي عبد الله بن ناصر بن مشيط على فوز عجلان في المركز الثالث وتوقيت الزمني 6 دقائق و28 ثانية بالوفاء والتمام. هذه هي التوقيت الزمنية، وها هو التحدي الكبير والتنافس المثير ما بين عجلان وما بين الباز. وفي هذه اللحظات قرر الباز أن ينطلق ويغادر المركز الثاني إلى المركز الأول ومصرا، وبالفعل انتزع بطاقة المركز الأول وأهدى الناموس لمالكه محمد بن جار الله بن ذروة المري. تهانينا له على هذا الفوز. هنا كان التحدي وكان الإصرار واضحا من هذه اللحظة ومن الكيلومتر الأخير. في هذه اللحظات أنقل الكلمة للزميل علي بن ثامر المحشادي ليتواصل معكم.